بعد الفيلم التلفزيوني الرمضاني قلب بغاه، تخوض الفنانة سلمى رشيد تجربة جديدة في مجال التمثيل من خلال المسلسل التلفزيوني زهر الباتول. المسلسل لمخرجه هشام الجباري وكاتبته مريم الإدريسي سيبث في رمضان المقبل على القناة الثانية، وتجسد سلمى رشيد دور البطولة إلى جانب مجموعة من الممثلين في مقدمتهم الفنان ربيع القاطي وآخرين. وتعكف حاليا على تصوير مشاهد من المسلسل بمدينة ورزازات رفقة طاقم العمل. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.